أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. يا سادة الحضور، أرحب بكم جميعا وأشكركم جميعا على ما بذلتم من جهد في سبيل هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم إلا أنهم خلقهم الله هكذا. نحن مسؤولون عن مساعدتهم ليتوصلوا ليكونوا أشخاصا فاعلين في الحياة النشطة بمساعدتنا لهم ومد العون إليهم والنظر إليهم نظرة سليمة. ندخل في مجتمعنا كأشخاص فاعلين. أيها السادة والسيدات، إن جمعيتنا متلازمة داون جمعية من أوائل الجمعيات التي دخلت هذا الميدان لمساعدة مرضى متلازمة الداون، وقد بدأت العمل فعلا قبل أن ترى النور قانونيا، حيث عملت سنتان قبل أن تبدأ ولادتها القانونية التي حيث ولدت سنة 2018. الولادة القانونية كانت 2018 وبداية 2019. وقد بذل الكثير من المنخرطين فيها والخيرين وأصحاب التخصصات وذوي النوايا الحسنة الكثيرة من أجل مساعدتها. هذا الميدان ميدان يحتاج إلى الصبر والجد ويحتاج إلى قوة العزيمة، فقد امتطاه الكثيرون لأغراض غير جادة، مما يجعله بحاجة إلى أشخاص جادين يريدون التأثير فعلا في هذا الميدان. وأشكركم جميعا وأشكر كل من ساهم في مساعدة هذه الجمعية ومد لها يد العون لكي تقف على قدميها ويستفيد منها أكثر كم من هذه الشريحة من هؤلاء الأطفال المرضى بهذا المرض. ولكم جزيل الشكر. نختم معناكم الحضور هون الموجود ما هو عبثا. لما عيطنا أي حد ما عدنا إعلان مفتوح شنو كنا عدنا ما تلقى عن قدو نسافر الوضعية. نقينا أشخاص معينين ليحضروا للشهاية الاجتاح بأنه يعاونونا مستقبل هذه الجمعية إن شاء الله. هون أطباء، هون إعلاميين، هون رجال أعمال،
هون فاعلين فاعلين في المجال الخيري فقط لا غير. ما فتحناها العام عموم. هذا الجمع اليوم كان عيطنا لكم اليوم كاملين دوركم تساعدوا هالأطفال في هذا اللي في حياة في يعني يدخلوا المجتمع ويعيشوا عيشة طبيعية اللي من حقهم الطبيعي. وانت قالت زميله ما هم مرضى هم عندهم إعاقة عندهم تخلف بسيط وقد نتغلب عليه ببساطة إذا جبرت التكوين المناسب وجبرت نوع من التحفيز من التكوين الخاص ويقدروا يجبروه في جميع أنحاء العالم وجابرينه. أنا نتذكر مرة ما قد نستعني في سنة 2014 في المغرب كانت مجرى بكالوريا في المغرب تبدأ مصاب متلازم الدواء هذا ما يتحدي ينسى أبدا. بمعنى أن هؤلاء الأطفال لين يجبروا الرعاية الخاصة يدور إن شاء الله يعودوا أفراد المجتمع عاديين وكي الأخ المتخذ السابقي سيد رئيس الجمعية عنهم يعودوا ما هم حدين من نظرة دونية عندهم فعلا شكل خاص غير ما هم حدين ما عندهم شكل خاصة. نحن نفاصلوا الناس كاملة كلا نعرف مين جاي بشكله يقل هم يقدروا يعودوا أفراد فاعلين في المجتمع. فلذلك نحن هون جماعة هون كان يمارسوا وقيت ماركم عيطتكم صدفة دور كل حد يعاوننا عن هؤلاء الأطفال يعيشوا حياة طبيعية معناها مركز التكوين معناها قرايه معناها رياضه معناها لوح وتو هذا فقط هو نعيط لكم. انا منتسب جديد للجمعيه ما لي 6 اشهر تقريبا غير عن طريق الشباب اللي اشتغلوا حق عندهم واشتغلوا بصدق نيه ولا هم داخلين شيء يتلبوا الشاشه في الاقباب ويتلبوهم في جميع انحاء نقشوط اللي كانوا يداوموهم اللي كانوا يقروهم وحاولت يعني مد يد العون وهذا هو الطلب كنت أقول عنكم تعاون هؤلاء الشباب اللي كانوا الأطفال إن شاء الله يعيش حياة طبيعية إن شاء الله وينش عضو في هذا المجتمع ناجحين إن شاء الله. أحييكم تحية مقرونة بالاحترام والامتنان إلى هذه الوجوه الكريمة ليس باسم القارئ فحسب بل باسم الجمعية ككل. أما بعد أيها الجمع الكريم فإن الجمعية تتشرف بحضوركم وتقدم جزيل الشكر إلى كافة الحضور من دكاترة ومدونين وذوي الأطفال وشخصيات سامية. ومن هنا نشكر كافة الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء وخصوصا الدكتور سيدي محمد ناجي الذي كان له الفضل الكبير بفتح هذا المركز والذي لا شك أنه سيخفف من معاناة أطفال متلازم الداون. ويسعدني أن أعلن عن افتتاح المركز الجديد وهو الأول من نوعه في البلد خاص بمتلازمة داون. ويحتوي المركز على عدة قاعات جناح تعليمي ينقسم إلى قاعتين الأولى خاصة بالأطفال صغار السن الثاني خاص بأطفال كبار السن ثانيا جناح طبي خاص بالاستشارات الطبية لأطفال المتلازمة ثالثا قاعة اجتماعات رابعا قاعة خاصة بأهالي أطفال متلازمة داون. يسعدني أن أقدم نبذة تعريفية عن الجمعية. هي جمعية خيرية تختص بأصحاب متلازمة داون وتقدم لهم الدعم والرعاية والتأهيل. تأسست يوم 21 مارس 2017 في نواكشوط وتهدف إلى توفير التأهيل والتعليم لذوي المتلازمة ودمجهم في المجتمع تصحيح النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع لهم. وتعريف بالمتلازمة متلازمة داون هي مرض جيني ناتج عن خلل في الكروموزومات يسبب نقص في النمو الفكري والبدني. إننا في جمعية أنا ومتلازمة داون نسعى من خلال جهودنا الذاتية وبمساعدة أهالي المصابين أن ندمج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع. وفي الأخير نوجه نداء خاصا إلى أباء وأمهات الأطفال المصابين به في الوقت المناسب وتوفير الرعاية اللازمة لهم. نرجو من الحضور الكريم أن يترحم على الشخصيات التي كان لها دورا كبيرا في مجال العمل الخيري رحمه القفران المختار ولد سيدي المراقب الداب. كما نرحم أيضا على والدة أخينا وأحد أعضاء الجمعية محمد يحيى. وأشكركم جزيل الشكر ودمتم في أمان الله.